كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. إذا خرجت من عدة الوفاة قبل أن يغسل، ومثاله حامل مات زوجها وهي في نهاية الحمل، مات العصر ولدت المغرب، خرجت من العدة وانقطعت العلاقة الزوجية فصارت أجنبية، الآن تستطيع أن تتزوج لو أرادت. ويحدث هذا، يعني لو أردنا، يعني الآن بعض الأحيان يكون الشخص أو يموت غائبا، يموت في مكان بعيد، تنقل الجثة ما يصل إلى مكان إلا في كذا وقت كان، المهم يتأخر تغسيله في ظروف قد تحدث الآن، يعني ويصل بعد ما تخرج المرأة من عدتها مفقود، يعني هناك أسباب كثيرة، يوضع في الثلاجة الميت وحتى يجدوا يتعرفوا على شخصيته، المهم أحيانا يتأخر التغسيل والتكفين والصلاة والدفن بعض في ظروف. ففي هذه الحالة لا تغسل المرأة زوجها لانقضاء العدة قبل تغسيله.